بسم الله الرحمن الرحيم، بناتي وأبنائي طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من البسيط وتبسيط اللغة الإنجليزية ومستر أحمد مرزوق. للأسف الشديد طبعا احنا في مرحلة اللا أجازة والأجازة، يعني ما ينفعش ناخد أجازة كاملة وفي نفس الوقت ما ينفعش نترك المناهج، فاحنا كده إن شاء الله هنستغل الوقت ده الطويل إن شاء الله إن احنا هنراجع على المنهج بتاعنا يونيت يونيت في أسئلة من الملخصات وأسئلة هجيبها أنا من عندي. هنبدأ الأول بملخص جيم وهنراجع على يونيت 1. طلابي مع الصف الثاني الإعدادي، إن شاء الله النهاردة حلقتنا مخصصة ليكم على يونيت 1، مراجعة كاملة بالأسئلة وهنشرح أهم النقاط. وإن شاء الله طلابي المرحلة الأولى الصف الأول الإعدادي إن شاء الله في حلقات أخرى، والصف الثالث الإعدادي طبعا حبايب قلبي من جوه مش هنساهم، بالعكس هيبقى حلقاتهم مكثفة إن شاء الله. نتكلم النهاردة على يونيت 1 ونفتكر مع بعضنا أهم الفوكابلري اللي هنراجعه مع بعض وأهم القواعد اللي هنراجعها مع بعض. نبدأ الأول من ملخص جيم ومراجعة على يونيت 1. مريم سبيس ذا سيم روتين إيفري سكول داي. روتين ده العمل اليومي المتكرر، هنا هاخد تيكست ما ينفعش مع روتين. سبينس ولا هاز؟ طبعا مريم الصح عند مين؟ هاز ذا سبيس إيه روتين. تمام خالص. نشوف السؤال التاني، بيقول لي مريم sometimes listens to music. مريم sometimes listens to music her way to school. هنا in her way طبعا ما تنفعش خالص، boy ما تنفعش خالص، وقت ما تنفعش خالص. هنا ناخد مين يا جماعة؟ ايوه برافو، on her way. سؤال بعد كده، she always dinner for parents. بصوا عامة الوجبات الغذائية كلها بما فيها الدينر والبريكفاست واللانش كلهم بياخدوا افعال معينه. من اول افعال هو ميكس او بريبير، وعندي كمان فعل اي تو هاف. هنا عاد مريم اولويز دينر فور، عندي فور يبقى هنا هاخد فعل مين؟ برافو تمام ميكس. ليه بقى؟ لان انا عندي هنا شي وشي بضيف للفعل اس او اس لما يكون الزمن ماله مايوه مضارع بسيط. رقم فور، مريم واتشز تي في بيت. واتشز تي في، بتشوف التلفزيون من عسل. يبقى ان بيت ولا اون بيت ولا اوف بيت ولا اد بيت؟ الصح هنا يا جماعه بناخد ان بيت، يا مستر لا ده اون على سرير، هي في سريرها هناخد معاها مين؟ ان بيت. اي نيفر هاف ا كوفي بريكفاست. اي نيفر هاف ا كوفي فور بريكفاست. هنا مين؟ فور بريكفاست. تمام خالص. بعد كده I go to Baker's with my mother. انا رحت مع البيكرز with my mother space we always buy bread. السؤال ده بيتكرر عندنا كمان في السيرت بوك. يبقى هنا ايه؟ ديري ولا ديري ولا ديلي ولا دي؟ الصحيح هنا باخد ايه يا جماعه؟ ايوه برافو برافو. طبعا هنا باخد مين؟ ديري، دي مفكرة يومية، ديري عمل روتيني بقوم بيه. تمام كده خالص، يبقى ايه؟ هاخد دي. طب اللي بعد كده come and sit on this four people can sit on it. دي خدناها في الامتحان حتى اللي فات. يبقى هنا عندي صوفة، طبعا هي الصح، الأريكة أو الكنبة. I saw أحمد's father on his نقط to work this morning on his أيوه way، في طريقه إلى ان اواي. طبعا اواي ما تنفعش، ان هيز واي على طول مباشره، يبقى الصح عند مين؟ واي. وي دو ذا سيم ثينجز افري داي، احنا بنعمل نفس العمل افري داي. وي دو ذا سيم ثينجز افري داي وين وي ار اون هوليداي بيكوز ماي فاميلي لايك تو هاف. ايوه عمل متكرر بشكل يومي، يبقى لايك تو هاف ايه؟ برافو، اللي هي كلمه مين؟ روتين، اللي هو العمل اليومي بشكل متكرر. نكمل مع بعضنا اسئلتنا. بيقول لي كان يو ماي ماذر فور مي. كان يو ماي ماذر فور مي، ماي فون از نوت وركينج. مظبوط، تيست معناه تذوق وما تنفعش خالص. طيب عندي كمان تكست. تكست هنا معناها ايه؟ تكست، تكست معناها يرسل رساله نصيه، وده الكلام الصح. يبقى هنا يا جماعه اخد مين؟ تكست. اللي بعد كده one نقطة دي، ريم gets up goes to school and then helps her mother with her jobs.
اه يبقى ده نظامها العادي او التيبيكال بتاعها. تمام تمام هاخد مين يا جماعه كلمه تيبيكال، وده كلام زي الفل. حسن فورجيت، حسن نسي. برينج اني فود فور هيز بيكنيك، انه يحضر اي طعام. ثم قال بات هي كان اور فود، هنا وي كان ستي يقيم، ما تنفعش. لند ومعناها يستعير، لند معناها يسلف وما تنفعش خالص. جيف يعطي، وهنا طبعا مين؟ شير. شير معناها ايه؟ شير يشارك، شير بمعنى يشارك. تمام خالص. نبص مع بعضنا ونكمل برضو مراجعتنا، وكل معظمها احنا عارفين قبل، وبعد كده هنشوف جزء الجرامر ان شاء الله. نشوف السؤال اللي بعد كده، بيقول لي I live in a city but my grandparents live in a small in the country. country يبقى هنا ايه؟ تنفع معاك انت بالكانتري؟ كانتري هنا عشان نراجع الكلمات مع بعضينا، كانتري معناها دولة. طب سيتي مدينة كبيرة. طيب وعندي كمان تاون، تاون دي مدينة ايه؟ صغيرة. فيليج فيليج يعني قرية، يبقى الصح عندي كلمة مين؟ فيليج. وهو مناسبة كده نراجع مع بعضينا ايه؟ كلماتنا بشكل كويس. The farmer doesn't need to، مش محتاج ايه بقى؟ his goat in the summer as they can find their one food in the mountains. مش محتاج ايه بقى؟ كلام بيتسلق، طبعا ما ينفعش feed، كلام بيتسلق. ونراجع مع بعضنا الكلمات، feed يعني ايه؟ يطعم. eat ياكل، هنا طبعا drink يشرب، يبقى الصح عندي كلمة مين؟ feed. مظبوط يا جماعة. نكمل مع بعضينا، بيقول لي my uncle has in his garden and he uses it to water his plants. هنا water يا جماعة مش معناها ماء، هنا water كلمة هنا يا جماعة معناها ايه؟ ايوة معناها هنا فعل verb بمعنى ايه؟ يسقي او يروي. his plants every evening. يبقى my uncle has نقط in his garden. what؟ يا ترى wall حائط تنفعش خالص. tap ما تنفعش خالص. tape or tap. طبعا هنا عندي مين؟ اللي هو الصنبور، اللي هو مين يا جماعة؟ tap. احسن خالص. روبرتاس فاميليز هوم ان ذا سيتي از ا بيج اند. مدينتها ايه؟ عيلتها بقى، منزل العيله بتاعتها ايه؟ بيج كبير، اند ترابل متعب، طبعا ما ينفعش. بورنج ممل، ما ينفعش خالص. اجلاي قبيح، ما تنفعش. اتراكتيف واتراكتيف معناها ايه؟ برافو جذاب، يبقى هنا الصح عندي كلمه مين؟ اتراكتيف. اللي بعد كده it has garden full of flowers and trees. it has garden، عندنا حاجه ليها garden حديقه full of flowers and trees. يا ترى هنا عاد trouble ما ينفعش خالص عشان حتى flower وباد ما تنفعش، يبقى عندي attractive. ايوه attractive معناها ايه؟ جذاب. اللي بعد كده روبرتا فيلز when some men take their father from their home. يا ترى روبرتا حاسس بيه بقى؟ ترابل والله ممكن. جلاد معناها مسرور ما تنفعش. بليز معناها سعاده او سرور ما تنفعش. بورنج الملل، يبقى هنا ترابل المتاعب، الاجابه السليمه. بعد كده their new house is in the country near the railway. railway السكه الحديد، تمشي معاها كلمة مين؟ تركل دايرة، تنفعش. تيوب لا ما تنفعش. طبعا الصح كلمة مين؟ لاين خطوط السكة الحديد. اللي بعد كده the family don't have much money and now they are هم don't have معهمش فلوس، و don't هنا مضارع. طيب يبقى now they were what؟ poor فقير. طيب لو كان عندي the family didn't في الماضي بقى، لكن ناو هنا نقوله ايه؟ برافو تمام خالص، هنقوله مين؟ ريتش، ممتاز خالص. اللي بعد كده بيقول لي كايند اولد مان، الراجل العجوز الطيب، هيلب ذير فاذر تو ليف، يساعد ابوه، اند ذا فاميلي ار هابي تو بي توجذر اجين، الفاميلي تبقى ايه؟ مع بعض. يبقى ا كايند اولد مان هيلب ذير فاذر، ساعد ابوهم تو ليف ايه؟ يا ترى تو ليف البلس، بلس معناها قصر، ولا كسل ومعناه هنا ايه؟ قلعة، ولا هول حفرة،
ولا طبعا بريزون. بريزون يعني السجن. طبعا الاجابه الصحيحه بريزون. اللي بعد كده بيقول لي جيف اس لايت، مين اللي يقدر ينفع يديني لايت؟ ولايت هنا معناها برافو، لايت هنا معناها ايه؟ الضوء. تمام خالص. يا ترى عاد لمبس ولا لامبس ولا لامبس؟ ويا ترى البي تقيله ولا البي خفيفه؟ طبعا صح عندي كلمه مين؟ لامبس، المصابح الكهربائيه. يو كان واش يور فيس ان ذا، احنا بنغسل واش يور فيس ان ذا فين بقى؟ ميرور؟ ها ووش ولا سي؟ هنا لو قال لي سي كنا قلنا ميرور. كاربت السجاده، لو قال لي كاربت السجاده ما تنفعش خالص. ولا بوت، بوت معناها الاناء. ولا بسين، ايوه هو البسين حوض الغسيل. تمام خالص. They the space are next to your windows and you close them at night. Are next to your window، ده بيجوار مين؟ الشبابيك بتاعتنا. And you close، احنا بنقفلها. Close نقفلها، نقفلها امتى؟ them at night. يا ترى بقى الوردروبس محل خزانة الملابس، ولا كيرتنز الستاير، ولا كاربت السجاد، ولا ميرورز المرآة؟ طبعا الصح زي ما احنا شايفين مين؟ كيرتنز اللي هم الستاير. Is a big part when you can put your clothes، بنحطه في الملابس حاجة كده. يا ترى الكاربت السجاد خلاص، دراور متنفعش خالص، اللي هو الادراج ميرور متنفيش خالص، وردروب خزانة الملابس، وهي دي اللي صح. نشوف بعد كده اوف دراورز، دي كلمة على بعضيها بقى. اوف دراورز از وير يو كان بوت يور كلوزز، حاجة كده كلمة على بعضيها. ارميت شير كورس ذات، وثائق متنفعش خالص، وردروب خزانة الملابس متمشيش مع وورد دراور، كابورت متمشيش خالص برضه. امال مين؟ شست ادراج في دراورز، دي كلمة على بعضيها يا جماعة. ودينا بنراجع مع بعضنا الفوكابلري وبنكمل مع بعض. اللي بعد كده بيقول لي يو كان سي، يو كان سي يور سيلف ان ذا، دي شفناها بقى قبل كده في الاختيارات كتير. ترى اللام طبعا ما ينفعش، ولا الكيرتنز السجاد، الكاربت السجاد، كيرتنز الستاير، ولا الميرور؟ طبعا الاجابه الصح ميرور، مش محتاجه كلام. ار اون ذا فلور، حاجه كده بنحطها اون ذا فلور على الارضيه. يا ترى تمشي اللام؟ طبعا ما تنفعش، ولا الميرورز والكيرتنز؟ قلناها خلاص نكت ان ذا ويندو. يبقى اللي باقي معايا كاربت، وكاربت معناها السجاد. تمام خالص يا بناتي واولادي. اللي بعد كده نبدا بقى شويه ايه جرامر بسيط. يبقى احنا ايه تقريبا كده 27 سؤال اختياري على الفوكابلري، قدرنا ايه نراجع بعض الحاجات من الفوكابلري. طب نبدا نكمل مع بعضنا اللانجوج. بيقول لي حمدي، حمدي كافي فور بريكفاست هي لايكس تو درينك تي. يا ترى هنا عاد هي لايكس، هو بيحب، يبقى دازنت درينك، ولا دازنت درينكس، ولا دونت درينك، ولا دونت ولا دونت درينكس. انت هنا بقى يا مستر عايز ايه؟ تراجع لي على زمن اسمه البريزنت سامبل او المضارع البسيط اللي هو بصار بسيط، ان اي ووي وزي ويو بياخد الانفينيتيف المصدر، وهي وشي وات باخد الفعل مضافا له اس او اي اس. بس نخلي بالنا دايما في النفي باخد دونت او دازنت، ومع دونت ودازنت اللي هي دونت مع الجمع اللي هم الاي والوي والزي واليو، ودازنت مع المفرد اللي هم الهي والشي والات، دايما مع دونت ودازن باخد ايه بعديهم؟ براف والانفينيتيف، يعني الفعل بدون اضافات. الوحيده اللي فيها دازن درينك الاولانيه قال دازن، والفعل ماله بدون اي اضافات. هاو نقطينا جيت تو سكول هي تيكس، ده هنا زمن ايه؟ مضارع بسيط، حتى في الاجابه في اضاف ايه للفعل اس، صح كده؟ يبقى هنا في السؤال مع دينا هاخد مين؟ برافو. هاخد مين؟ داز، لان احنا لسه قايلين على طول مع الهي والشي والات او اي اسم مفرد، ها داز في السؤال ودازنت في النفي. وات تايم يو فيرست ليسون ذيس مورنينج، وات تايم يو فيرست ليسون ذيس مورنينج، اللمس از ات 8 o'clock. وعندي قاعده ثابته يا جماعه، اللي بسال بيه دايما بجاوب بيه.
والراجل مسهلها لي خالص، وعشان احط دو وضاز في الفعل في الجملة سواء كان سؤال او نفي لازم الاقي مصدر بعديهم. طب ما فيش مصدر، يبقى هنا ايه نستخدم مين؟ البيج فيرب، الفعل الكبير بتاعنا، ذا كينج اوف ذا فيرب، ذا فادر اوف ذا فيرب، ابو الافعال وسيد الافعال بالاستثناء اللي هو فيرب تو بي، الوحيد اللي ينفع يشيل الجمله لوحده. يبقى هنا نقوله مين؟ يا اما ام يا از يا ار. يبقى سؤالي هنا هيبقى بمين؟ بإز. ذي فوتبول ذي بريفير تنس، هو الفوتبول لكن هم بيفضلوا مين؟ تنس. يبقى هنا جمله منفيه، هنا لايكس ما تنفعش لان اصلا معايا ذي، دازنت ما تنفعش لان معايا برضه ذي، نوت لايك ما تنفعش خالص لان هنا نوت من غير فيرب مساعد، يبقى الصح عندي مين؟ دونت لايك. ودي كانت لمحه من او من الاسئله دي كانها بتراجع علينا على مين؟ على زمن البريزنت ايه؟ سمبل او المضارع البسيط. وعشان ناكد كلامنا تعال نشوفه في السؤال الجديد بالنسبه لنا اللي احتل المحل سؤال كوريكت هو سؤال كومبليت، ونشوف الجمله الاولانيه. After school my brother and I sometimes، هنا يا جماعه ما ننساش مع بعضينا، لما نلاقي often، لما نلاقي usually، لما نلاقي sometimes، لما نلاقي never، لما نلاقي ايه تاني معانا، لما نلاقي always every day، كلهم دول بيدلوا على المضارع البسيط، صح كده؟ هل هنا هنقوله my brother and I، هنا الفعل عندي I وعندي كمان ماي براذر، يبقى ده مش مفرد ده جمع، ما دام جمع هنا ما بياخدش داز، امال ياخدوا مين؟ ايوه برافو، ياخدوا ايه؟ دو، ياخدوا مين؟ دو. سوزي نوت واتش، عايزها جمله منفيه وفيها فعل واتش، تي في وين شي جيتس هوم، يبقى هنا ما نقولوش مع سوزي، سوزي دي عباره عن ايه؟ مفرد، المفرد بياخد ايه؟ دازنت، ايوه دازنت ايه؟ واتش، احسن خالص. اللي بعد كده in Germany school start، لا school هنا مفرد مدرسة، تبقى هنا الفعل لازم اضيف له ايه؟ يا اس يا اي اس، هنا الفعل منتهي بالتي، وما دام منتهي بالتي بضيف له اس بس. اللي بعد كده يا حبايبي حلوين how many lessons do your school، your school برضه مفرد they have، يبقى هنا نقوله ايه؟ does، تمام خالص. مريم not عايزين فعل منفي ومعها get up، لا هنا ايه مع مريم مفرد، يبقى هاخد مين؟ برافو doesn't، ومع doesn't برضو هاخد المصدر اللي هو get مين؟ get up، تمام خالص لحد الوقت. نكمل مع بعض I don't make my breakfast my mom always make it، لا my mom always، mom مفرد وعندي always ادي زمن المضارع، يبقى مين يا جماعة؟ makes، احسن اضيف للفعل هنا ايه؟ اس او اس، وهنا الفعل منتهي بالايه بضيف له اس بس. هاف يور فادر جوت، لا ده احنا خدناها قاعده ثابته، المفرد اللي هم الاي والوي والزي واليو او اي اسم جمع بياخدوا هاف، اما الهي والشي والات او اي اسم مفرد بياخدوا مين؟ هاز. هنا عندي يور فادر مفرد، يبقى ما ياخدش هاف مع جوت، ياخد مين؟ هاز جوت. طيب وات هاف، لانه بيرجع لي هنا على هاف جوت وهاز جوت، نراجع مع بعض. What have you got in your bag؟ هنا الإجابة السليمة 100% عشان عندي يو فما فيش مشكلة، المستر ده هو جابها لي هي هي، عايز يلخبطني بس أنا أذكى من كده، أنا عندي يو دايما تاخد مين؟ هاف. هو هاز جيت، لما فيش حاجة بقى هنا بعد هاف وهاز بجيب البي بي، أصلا ده اسمه حاجة اسمها الباست بارتيسيبول، فهنا ما تنفعش جوت، تبقى إيه؟ جوت. هو دو سلمى، لا سؤال دو ده سلمى، سلمى مفرد وما ينفعش معاها دو، تاخد مين يا جماعه؟ تاخد داس. اللي بعد كده شال اي هيلبنج، لا لا حاسب، احنا نخلي بالنا من موديل فيربس اللي هم كانوا كود واللي وود وشال وشد ومي ومايت وماست واللي وود، كلهم بيجي وراهم الانفينيتيف يعني الفعل في المصدر بدون اي اضافات، يبقى ما تنفعش معايا هيلبنج، ولازم هنا اخد مين؟ هيلب. The bus arrive، بس ده ايه؟ مفرد، يبقى هنا ما ينفعش arrive، امال تبقى ايه؟ arrives. Where do ملك live؟ برضه ملك مفرد، يبقى هنا ما تنفعش do، يبقى هنا ناخده مين؟ does. يعني كان هنا باختصار بعد ما القينا الضوء على بعض اهم الكلمات اللي عندي في يونت 1، خدنا بالنا وهو عمل لي refreshment على the present simple and have got to has got. طب هنعمل احنا ريفرشمنت كده، خلاصتنا كده في الجرامر،
خلي بالنا ان البريزنت سيمبل لما الاقي افري داي سام تايمز يوجوالي اوفن اولويز نيفر اعمل ايه؟ هبص للفعل بتاعي. لو الفعل بتاعي اي او وي او زي او يو او اي اسم جمع باخد الانفينيتيف يعني الفعل بدون اي اضافات، لكن لو كان مفرد هي وشي وات او اي اسم مفرد باخد يا جماعه ايوه الفعل مضاف له اس او اي اس. امتى اضيف لي اس؟ لو كان الفعل بتاعي، خلي بالنا الاي اس لما يكون الفعل بتاعي منتهي اخر حرف فيه الاو، الكلام ده شرحناه قبل كده على القناه، الاو والاس اس والاكس والسي اتش والاس اتش، هنا بضيف يا جماعه الفعل مين؟ اي اس. غير كده الافعال بضيف لها اس، بس نخلي بالنا في النفي الاي والوي والزي واليو اخد دونت والانفينيتيف، والهي والشي والات ياخد دازنت والانفينيتيف، وفي السؤال الاي والوي والزي واليو بس عليهم بدو، والهي والشي والات بس عليها دازنت. كان الموضوع النقطه الثانيه مهمه عندي في النت 1 جرامر اللي هي هاف جوت وهاز جوت. ما ننساش ان هاف جوت مع الاي والوي والزي واليو او اي اسم جمع، وهاز جوت مع الهي والشي والات او اي اسم مفرد. بكده يا جماعه خلصنا على شويه الفوكابلري بتوع يونت 1، شفناهم في 28 سؤال الاول اللي هم الاختياري، وبعد كده شفنا بعد كده شويه القواعد الاخرانيين دول اللي رجعنا فيهم على بريزنت سمبل اند هاف جوت وهاز جوت. ان شاء الله الحلقه الجايه هنرجع فيها على يونت 2 عشان ما تضيعش الاجازه سودة. الانجليزي يا جماعه مركب على بعضيه، والماس كونتينيوس 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 مستمر معانا، وان شاء الله احنا نكون معاكم الحلقه الجايه ان شاء الله. وبرده بذكركم بذكر نفسي كمان ان احنا ان شاء الله الصف الاول اعدادي برده ليه نفس الكلام، والصف الثالث اعدادي ليه نفس الكلام، بالعكس الصف الثالث اعدادي بيبقى كمان اعلى من كده ان شاء الله فضلا وكرما. وليس امرا رجاء الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وانتظرونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.